نشرت الشرطة الروسية صورا لعملية اعتقال المدير العام لمصرف روسبانك فلاديمير غولوبكوف المتهم في قضايا فساد وتلقي رشاوي بحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية الروسية. البيان أشار إلى أن غولوبكوف تلقى ما يزيد عن 1.5 مليون دولار مقابل منح قرض بنكي، بالإضافة إلى الاشتباه في تلقيه تعويضات نقدية غير مشروعة بقيمة تجاوزت 123,000 يورو. مصرف روسبانك الذي يمثل أحد فروع بنك سوسيتي جنرال الفرنسي في روسيا امتنع عن الإدلاء بأي تعليق حول هذه القضية.